الهدم الذي يحدث في القدس اليوم هو تأكيد جديد أن التطهير العرقي مستمر وأن النكبة مستمرة. ومعظم البيوت معها ترخيص من السلطة الفلسطينية. إحنا في منطقة الجدار نحط فيها مش جدار مرخص، جدار مؤقت لأنه مش على الحدود الرسمية. المشروع الصهيوني حلمه أن يأخذ كل الأرض بدون أي من الفلسطينيين. التطهير العرقي والنكبة مستمرة، وكذلك مقاومة التطهير العرقي ومقاومة النكبة مستمرة.